مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الأثناء الحرب دائرة في الشرق الأوسط، وصوت المعركة يعلو فوق كل الأصوات. شاهدنا في الأسابيع الماضية تطورات رهيبة تشمل كل المستويات. الشرق الأوسط داخل على حرب واسعة، إيران، حزب الله، حماس، الحوثيون، ميليشيات العراق. لكن أكبر حدث يمكن ميز الأسابيع الماضية هو نهاية حسن نصر الله. إسرائيل اغتالت حسن نصر الله، فما هو مستقبل حزب الله؟ وما هو مستقبل إيران؟ وما هو مستقبل لبنان؟ وما هو مستقبل المنطقة كلها؟ في هذه الحلقة طبعا سأحاول أن ألقي نظرة شاملة على الأحداث التي حصلت والتي تحصل، وربما تنبؤات عما سيحصل مستقبلا. في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف الصديق والزميل الأستاذ مجدي خليل، والذي دائما يشرفنا بتحليلاته وفهمه للمنطقة، وهو من الأوائل الذين استضفتهم بخصوص حزب الله. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا بك أخ رشيد، وأهلا بجميع مشاهديك. يعني من كان يدري أني لما استضفتك في الماضي عن الكلام عن الحزب الله أنه سأستضيفك مرة أخرى بعد نهاية حسن نصر الله. أولا قل لنا، ماذا يعني اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله؟ الحقيقة أخ رشيد، إحنا عملنا حلقة مهمة عن حزب الله تحت المجهر. اللي عاوز يعرف تفاصيل عن حزب الله مكملة لهذا الموضوع، وعملنا عن إيران كمان وعن الثورة الإيرانية، عملنا أكتر من مرة. فبالتالي هذه الحلقات كلها مكملة للجهد المشترك اللي عملناه في برنامج سؤال جريء وفي برنامج بكل وضوح. ماذا يعني اغتيال حسن نصر الله؟ أولا اغتيال حسن نصر الله هو كسر لمحور المقاومة. محور المقاومة، احنا نعرف ان الثورة الإيرانية ظهرت سنة 1979، الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 اتشكل الحرس الثوري، والحرس الثوري ده عشان يحمي النظام الداخلي حتى من الجيش الإيراني. يبقى الحرس الثوري اتشكل سنة 1979 بعد الثورة مباشرة. 1980 عملوا بقى فيلق القدس. فيلق القدس، فيلق القدس ده علشان المشروع الإيراني أو تصدير الثورة. منذ ذلك الوقت من سنة 1980، ولما بدأوا 1982 في تجهيز حزب الله اللي ظهر سنة 1985، في هذه الحالة كان في ثلاث شخصيات رئيسية في المشروع الإيراني. سيبنا من اللي جوه، خلينا في اللي بره. المشروع الإيراني كان في ثلاثة رئيسيين: خميني ثم خامنئي اللي حل محله، وبعديه على طول قاسم سليماني، وبعديه على طول حسن نصر الله. كان الرجل الثالث في المشروع الإيراني كان حسن نصر الله. سنة 2020 قتلت الولايات المتحدة الأمريكية قاسم سليماني، تحول حسن نصر الله إلى الرجل الثاني، وعمليا هو قائد المحور عمليا، لأن خامنئي هو الرمز، تكتيكيا وعمليا وتنفيذيا مش اسماعيل قاني بتاع الحرس الثوري هو القائد، لا، حسن نصر الله هو قائد المشروع الايراني بعد قتل سليماني. بدا اول حاجه انك قتلت قائد المشروع الايراني، كسرت المحور هذه الكسره. مجله الايكونومست قالت حاجه جميله جدا، اللي حصل في شهر سبتمبر 2024 يشبه ما حصل في يونيو 1967 لجمال عبد الناصر. كسر جمال عبد الناصر، كسر جمال عبد الناصر، كسر المشروع القومي العربي، كسر حسن نصر الله بداية كسر محور المقاومة اللي هو المشروع الإسلامي الثوري التوسعي الهيمناوي الإيراني. ده أول حاجة. هو كان أكتر شخصية
عندها كاريزما في الشرق الأوسط من كل الزعماء الموجودين حاليا وعلى مدة تصل إلى 32 سنة يعني. يعني لك طبعا مش سهل، لك تتذكر ان حسن نصر الله سنه مات 64 سنه بالظبط، قضى منهم 32 سنه رئيسا لحزب الله، واكثر من 40 سنه مع حزب الله. شوف بقى تتخيل نص عمره رئيس لحزب الله، هو اللي ادى، هو اللي عمل هذا الكيان بمعنى اصح، هو اللي اداله الايدنتي. قد نقول بأن حسن نصر الله هو حزب الله. هو حزب الله، هو رغم ادعاء ان هم غياب حسن نصر الله ومش عارف ايه والكوادر وموجود، هو مش تنظيم مؤسسي، ده تنظيم عقائدي قايم على واحد كاريزما بيأثر. ولما اتقتل عبد الناصر مات المشروع بتاعه، لما اتقتل الحريري مات المشروع السني في لبنان، لما اتقتل حسن نصر الله مات مشروع الشيعي في لبنان. اعتقد انه سيتقلص وسيتهمش بموت. حاجة تانية، موت حسن نصر الله كمان ممكن ان تكون هناك فرصة لاستعادة لبنان لحريته. لبنان محتل حاليا، لبنان محتل، هذا البلد البائس من الاحتلال ينتقل من احتلال لاحتلال. يعني كان في قبل كده 30 سنة احتلال سوري، وقبليه كان احتلال الفلسطينيين لحد ما طردتهم اسرائيل سنة 1982، عرفات وعصابته، ثم حافظ الاسد واجرامه، ثم حزب سلم التركة بعد 2005 لحزب الله. من 2005 هو تقريبا محتل لبنان، محتل لبنان. فممكن إيران لبنان تتحرر. أنا لفت نظر الفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي بيقول لبنان ليس على شفا الانهيار إنما على شفا الراحة والتحرر. فهو شايف إن ده ممكن تكون بداية لحرية لبنان أو الاستقلال الرابع للبنان. الاستقلال الأول كان عن الفرنسيين، الاستقلال الثاني كان على عن الفلسطينيين، الاستقلال الثالث كان عن السوريين، وده ممكن يكون الاستقلال الرابع للبنان. كمان أنت ما تنساش كمان ضرب حزب الله، إذا تم ضرب حزب الله وتقليصه كما حصل مع حماس، فأنت ضربت مش بس الشخصية الكاريزمية حسن نصر الله، أنت ضربت المحرك للمحور كله. كما قلت هو اللي قادوا، هم اللي عملوا زينبيون وفاطميون، وضربوا حزب الله اللبناني، وضربوا الحوثيين، هم اللي كل منتشرين في كل مكان. حزب الله أصبح هو النموذج والتاج، وضرت الميليشيات الإيرانية، وضرت المشروع الإيراني، وتاج المشروع الإيراني. كمان انت كمان موت حسن نصر الله هو تقليص المخاطر على اسرائيل بالتاكيد. كان طول الوقت يصف اسرائيل ان اوهن من بيت العنكبوت، وانهم بيرتجفوا، وانهم واسرائيل ما تقدرش تحارب حرب طويله، اسرائيل ما تقدرش تحارب على جبهتين، الجيش الاسرائيلي اللي هناك، اسرائيل ما تقدرش تحارب، كل الكلام ده اللي كان بيطلقه حسن نصر الله هو اللي طلع كلمة أوهن من بيت العنكبوت دي، طلعت من حسن نصر الله. وأثبتت إسرائيل أنهم على خطأ، لدرجة أن عملوا برنامج في قناة المنار اسمه أوهن من بيت العنكبوت. أدي سنين بيتناقشوا في قناة المنار أوهن من بيت العنكبوت، طلع أن حزب الله بقى أن هو تقريبا أوهن من بيت العنكبوت. وفعلا كمان في 10 أيام شفنا أنه يعني عملية البيجر اللي كانت يعني طبعا فضحت هشاشة حزب الله، وأوضحت بأنه ليس على ذلك القدر من الذكاء الاستخباراتي الذي كان يدعيه. وأيضا بعده صدقني مش بس الذكاء الاستخباراتي ولا الذكاء العام، أقول لك حاجة أنا قريت عنها من التقارير الإسرائيلية دلوقتي بيكشفوا، بيقولوا إن هو من سنة 2006 مختفي في الأنفاق، وإحنا رصدينه من 2006، واكثر من مره عرضنا قتله في السنين اللي فاتت، ورفض مجلس الوزراء، رفض لدرجه ان كذا مره كانوا عاوزين يقتلوه لما كان مع قاسم سليماني، قبل ما يتقسم قالوا نقتله، يعني من زمان وهم عاوزين يقتلوه.
ولكن خليني أسأل السؤال ده أستاذ مجدي، هل من حق الناس أن تفرح بهلاك حسن نصر الله ولماذا؟ لأنه أنا شفت حتى بعض الأصوات المسيحية مش فقط في لبنان، أنا عارف في لبنان يعني ناس بتقول له المسيح يحميك ومش عارف إيه وحاطينه وكأنه هو المخلص، وده عيب وعار على أي مسيحي يقوم بذلك. على العموم حتى خارج هذا الإطار اللبناني في ناس بيقولوا احنا كمسيحيين ما نفرحش بموت الإرهابيين أو الذين آذوا البشرية، وأنا شايف العكس، ما رأيك؟ نعم طبعا طبعا. أقول لك في حاجة خاصية شفتها في الدول المستبدة، انهم يتماهوا مع صورة المستبد، يقعد 30 سنة حياته كلها شايفينه، فلما يموتوا ينهاروا ويدمعوا، رغم انه يكون مجرم خطير، مجرم. ناس كانت بتبكي على القذافي وتبكي على صدام وتبكي على موسوليني وتبكي على ستالين وتبكي على ماو تسي تونغ. التماهي مع صورة المستبد، واحد اتولد وعاش حياته كلها مش شايف اللي ده قدامه، 32 سنة هو رئيس لحزب الله، ده دي فبنشوفها في ده بيحصل في الدول الاستبداد. ما في الدول الديمقراطية بيتغير القادة فما تشعرش بأي تماهي مع أي شخص، لكن بالنسبة للفرح، بالنسبة للفرح لموت هؤلاء، هذا شيء طبيعي جدا للإنسان الطبيعي جدا. الإنسان الطبيعي لازم يفرح بهلاك هؤلاء الناس. الضحايا أول حاجة لهم حق أنهم يفرحوا بتحقيق العدل. أمريكا قالت أن تحقق قدر من العدل بموت، مش العدل كله على فكرة، قدر من العدل، لأن حزب الله مشارك معاه، فبالتالي لازم يتدمر هذا الحزب كله. فأول حاجة الضحية لا، بمناسبة إيه؟ لأنه في بعض الناس ما بتعرفش العدل بمناسبة إيه، عمل إيه؟ قتل 241 من المارينز الأمريكان، وبعدين قتل 58 من القوات الخاصة الفرنسية، وبعدين فجر السفارة الأمريكية، وبعدين فجر سوريا. يعني ده عمل جرائم لا حصر لها، لا حصر لها، جرائم بالمئات، يعني أرواح الناس بالمئات. وخطف 96 رهينة لما كانوا في البداية، في بداية تشكيل حزب الله، وكانوا بيران، يعني عملوا جرائم يعني انت لما تكون بقى 241 من المارينز المدربين، يعني شيء ما حصلتش الا في الحرب العالمية الثانية لما قتلوا اليابانيين كذا الف من المارينز، يعني 241 مرة واحدة كده، يعني مرة واحدة ما حصلتش حتى لا في حروب افغانستان ان يتقتل في ضربة واحدة 241 من المارينز، لا حصلت في حرب العراق ولا حصلت في حرب افغانستان اللي استمروا سنوات طويلة، حصل ضربة واحدة حسن نصر الله. ده أول حاجة، الضمير الإنساني الطبيعي يفرح بهلاك المجرمين، هتلر، موسوليني، في حد. العالم بنقول العالم أفضل، العالم أفضل وأجمل، السلام في العالم، الحياة الإنسانية اللي هي أهم قيمة. الناس دي سفكت دماء قد إيه ناس، قد إيه ناس سفكوا دماءها، يعني ده ما يخليكش تفرح إن بيحصل سلام أكتر بعد رحيلهم، وإن سفك الدماء بيقل أكتر برحيلهم، هذا ما يخليش الإنسان الطبيعي يفرح؟ والأرض تستريح من شرهم. طبعا أنا بعتبر إن هلاك الناس دي يا أخي رشيد هو أعياد، أنا بعتبرها أعياد. أنا بعتبر إن 27 سبتمبر ده عيد لللبنانيين، المفروض عيد لللبنانيين. كم ناس هلكوا من اللبنانيين منذ سفر الأمثال، في سفر الأمثال 11 آية 10، بخير الصديقين تفرح المدينة. شوف التباين، خير الصديقين، واحد صديق لما يحصل له خير تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف، يعني أكثر من الفرح. يعني عند خير الصديقين تفرح المدينة، عند هلاك الأشرار هتاف. ليه؟ لأنه تخلصوا من شرهم. بالتأكيد بالتأكيد، العالم بهلاك المجرمين، العالم أفضل بأن بن لادن مش موجود، والظواهري مش موجود، والبغدادي مش موجود، وكل الناس دي. هل الناس دي وجودها اللي هو عبارة عن سفك لا يعرفون إلا الكراهية وسفك الدماء؟ الكراهية السوريين كله هو مشروع كراهية لإسرائيل،
مشروع بالكامل. عارف مشروع حزب الله حاجتين، السيطرة على لبنان والكراهية لإسرائيل، يعني قائم على عمودين، الكراهية لإسرائيل والسيطرة على لبنان. طب الناس اللي في لبنان اللي تسيطر عليها واللي دفعت دمها، مش من حقهم يفرحوا؟ مش من حق السوريين يفرحوا؟ مش من حق اللبنانيين يفرحوا؟ مش من حق الإسرائيليين يفرحوا؟ مش من حق الإنسان الطبيعي في الحياة أنه يفرح؟ السوريين الإيرانيين في الخارج بيرقصوا في أمريكا، شفت أكتر من تجمع، والسوريين ده بيوزعوا السوريين بالذات بالذات سفك دماء لا حصر لها، لم يرحمهم. بل إسرائيل، هل إسرائيل اغتصبت واحد واحدة فلسطينية في غزة؟ لا، ما حصلش. المئات من السوريات اغتصبنا بجنود حزب الله، اغتصبنا، معروفة اغتصاب السوريات، ابحث على اغتصاب السوريات من جرائم حزب الله والإيرانيين. طب انت بتتكلم عن الناس دي ما تفرحش؟ مش من حقها انها تفرح؟ لا، السوريين فرحانين فرحة غير عادية. السوريين طبعا اللي هم عندهم حرية الفرح، فرحانين فرحة غير عادية. فطبعا الفرحة بعض الناس كتبت لي وقالت حزب الله هو اللي حمى المسيحيين في سوريا. ما ردك أستاذ مجدي؟ حزب الله هو اللي حمى السوريين، وإلا كانت الجماعات الإرهابية كانت حتبدهم. هل هذا مبرر أو يعفيه من جرائم أخرى؟ أنا بقول لك حاجة، الحزب الله حطم قوة المسيحيين، حطمها مش حمى، حطم. انت عارف مرفق بيروت بس مات فيه 281، وألاف البيوت والمحلات و650 واحد أصيبوا. مرفق بيروت معظم اللي ماتوا مسيحيين، ضربوا في منطقة المسيحيين 281. حسن نصر الله وحزب الله قتل أجمل رموز المسيحيين، أجملهم، أجمل رموز المسيحيين في ثورة الاستقلال الثاني 2005 و2006. يبقى تقول لي ده هو خلى ده من سنة 2022 رافض انه يختير رئيس مسيحي، ومنع البرلمان انه يجتمع عشان عاوز واحد دمية، وإلا يعني هو تقريبا حطم القوى السياسية للمسيحيين. خلى كتير من المسيحيين يسيبوا لبنان إلى الخارج، حطم لبنان اقتصاديا، حطم مرفق بيروت. يعني انت بتتكلم عن واحد اذى المسيحيين اذية كبيرة. يبقى ازاي؟ مين كان بيهددهم؟ مين كان بيهددهم قبل نصر الله؟ انا اتكلم عن مسيحي سوريا، هم اللي قالوا الكلام ده، قالوا مسيحي سوريا. ما فيش انا لسه ناشر تقرير لجريدة الموند، انت عارف بيقولوا ايه؟ انتهاء المسيحية في سوريا، انتهاء المسيحية في سوريا. بيقولوا على وشك تتلاشى. كان في حلب بس لوحديها، حلب كان فيها 300,000 مسيحي، دلوقتي حوالي 20 إلى 30,000 من 300,000. انا صعقت لما قريت تقرير لوموند اللي هو تلاشي المسيحيه في سوريا. انا بسمع عن تلاشي المسيحيه في العراق، لكن دول نبهونا الى تلاشي ان المسيحيه في طريقها الى التلاشي في سوريا. وهل بسبب حزب الله؟ ما ممكن واحد يقول لك ده مش بسبب حزب الله. بسبب الحرب الاهليه اللي كان فيها. يبقى ما تحموش. انا الفكره الاساسيه ان ما تحموش المسيحيين في سوريا. ما انت بتقول ان حماهم، الحمايه الاساسيه هو البقاء، حمايه البقاء. لو تم حمايتهم حقيقه لما خرج مسيحيين سوريا الى المهاجر وتركوا كل املاكهم وتركوا لما لكن دمرت. يا أستاذ مجدي، حتى لو فرضا هذا، يعني ما فيش حاجة اسمها الحسنات يذهبن السيئات. انت لو اغتلت ناس وقتلت ناس انت قتال، حتى لو كنت عملت شيء جيد مقابل اخر. ما هو صدام حسين لم يكن يقتل المسيحيين، لكن قتل الشيعة مثلا وقتل معارضين. اقول لك حاجة، زمان قوي اول ما بدأت الحرب سنة 2012 في سوريا، وقالوا ان حزب الله رايح عشان يقاتل داعش ويقاتل الجماعات التكفيرية، انا قلت ده يبقى هيعمل عمل حلو في حياته. اكتشفت غير كده خالص، اكتشفت رايح اصلا بشار الاسد دلوقتي بيكره حزب الله، بيكرهوه. في 117 قاعدة في سوريا لحزب الله، ذكرتهم القناة العربية بالامس،
قاعدة ارتكاز لجنود حزب الله 117 قاعدة ارتكاز في سوريا. احتلال بشار نفسه مش قادر عليهم، مش قادر يقول لهم امشوا، هو رهينة نفسه بشار الأسد دلوقتي. وأخطر مجموعة هي حزب الله. يعني الروس اللي هم عملوا شغل جامد عندهم قاعدتين متواجدين فيهم، حزب الله متواجد في 117 نقطة ارتكاز، والإيرانيين شبه احتلوا سوريا. يبقى تقول لي حتى بشار اللي دعاهم الآن يعاني من ثقل وعبء وجودهم. يبقى إزاي؟ يبقى كنت متصور أنهم رايحين يقاتلوا، ما قاتلوش داعش ولا قتل القوى التكفيرية اللي بيقولوا عليها، ده لعبة. ده طلع أنهم رايحين عندهم مشروع إيراني لاحتلال سوريا، مش مشروع مين اللي قاتل داعش. ده يقودني يا أستاذ مجدي، ده يقودني إلى سؤال آخر. في ناس كتيرة ومن ضمنهم بعض المسيحيين في لبنان مؤيدين لحزب الله ولحسن نصر الله، بل حطوا صورته لما مات وقاعدين يبكوا مع الشيعة وكأنه مات لهم شخص يعني مقدس، وكأنه المسيح نفسه مات. ده في ناس حطوه في مركزة مقدسة تقريبا موازية لشخصية المسيح. هل حزب الله مقاومة؟ ولما بناقش معهم بيقول لك حزب الله كان مقاومة مش إرهابي، حتى لو صنفته الدول الغربية بأنه إرهابي هي تتعدى عليه وتظلمه، هو كان مقاومة ضد الاحتلال. أو حلو، ده احتلال إيه؟ احتلال إيه؟ ده حتى وليد جنبلاط نفسه اللي هو مع حزب الله دلوقتي لما كان في مجموعة 14 إزار قال مزارع شبع اختراع حزب الله، ما فيش حاجة اسمها مزارع شبع مش بتاعتنا. قال ما فيش ولا سنتيمتر محتلها إسرائيل من أرضنا، ولا سنتيمتر واحد. وفي الخط الأزرق الحدود اللبنانية الإسرائيلية في خط أزرق عاملها الأمم المتحدة، ما فيش سنتيمتر واخدها إسرائيل. يبقى بيقاوم احتلال مين؟ أي احتلال اللي بيتكلم عليه مقاومة لمين بالضبط؟ ده أول حاجة. ثانيا أنا عاوز أقول حاجة بس، معظم المسيحيين الأحرار في لبنان فرحانين جدا. أنا بشوف الأغلبية في لبنان من المسيحيين فرحانين، وكل تقريبا المسيحيين في الخارج اللبنانيين فرحانين. في قلة قليلة من الفاسدين اللي لهم مصالح مع حزب الله، دول فسدة فسدة سياسيين فسدة ومرتبطين بمصالح مع حزب الله، اللي هو حزب فاسد ومفياوي قدر يحطهم في الدائرة بتاعته. طبعا دول هيقولوا كلام ومنافقين. أتباع ميشيل عون هم مع حزب الله، من التيار المرضى، وبعض الإعلاميين زي مثلا جورج قرداحي، زي فواز جرجس اللي هو طول الوقت بيدافع عن الإسلاموي، دافع عن الدول الإسلامية، نفق الدول الإسلامية. حاجات دي تقدر تشوفها، بس دي أصوات خلي بالك. لكن التيار المسيحي الرئيسي في لبنان وفي الخارج فرحانين بموت، فرحانين ان دولتهم على وشك تتحرر وان يرجع لهم دور كمسيحيين، ما بقاش لهم دور اساسا. فبالتالي هنقول ان القله من المسيحيين في لبنان اللي هي الموضوع. اما موضوع مقاومه، طبعا حزب الله ليس مقاومه، حزب الله مجموعه ارهابيه مصنفه كتنظيم ارهابي في دول الخليج وفي اسرائيل وفي 28 دوله حول العالم وفي الدول الغربيه. معظم الدول الغربيه مصنفه كجماعه ارهابيه، هو جماعه، ومعظم قادته موجودين على قوائم الترقب الدولي والعقوبات الامريكيه. فبالتالي هو جماعه ارهابيه، هو حزب ارهابي. الاخطر من كده، هو حزب مافياوي، مافياوي اشتغل في تجاره المخدرات وغسيل الاموال الأعمال المافياوية على مستوى العالم. ده حزب مافياوي. أنا عجبني واحد كتب يقول سقوط الميليشيا يعقبها سقوط المافيا. يعني حزب الله حزب مافياوي. برضو عجبني ضاحي خلفان كتب الفقيد حسن نصر الله أكبر تاجر مخدرات عرفه التاريخ في المنطقة العربية. هو تاجر مخدرات، يعني بتوعه بيقولوا سيد المقاومة، لكن المعارضين بتاعه حسن كابتاجون، كابتجن اللي هو المخدر اللي اسمه الكابتجن ده. يعني هو له ألقابه عند الناس اللي عارفاه اللي هو بتاع المخدرات بتاع الكابتجن ده، وعند بتوعهم سيد المقاومة. مش هو مش متفق عليه انه سيد المقاومة، لا،
معروف ان تاجر مع سوريا ومع مافيا في جنوب امريكا الجنوبيه، وان احد كبار تجار المخدرات في العالم، واحد تجار العمليات المافياويه في غسيل الاموال في العالم، بيغسلوا اموال حزب الله على مستوى العالم كله، واحد اللي قاموا بجرائم دوليه، عندهم وحده العمليات الخاصه للقيام بهذه الجرائم الدوليه، وحده العمليات الخاصه دي للخارج بس، بيقوموا بالجرائم المافياويه، ده غير المجلس الجهادي اللي مشكل من 9 ماتوا 8 منهم، ما عادش الا ابو رضا علي او هو اللي قاعد، من 9 مجلس الجهادي انتهى بتاعه بما فيهم حسن نصر الله، بس عنده وحده العمليات الخاصه للحاجات المافياويه. فحسن نصر الله، طب انت شوف تتكلمش عن احنا اتكلمنا عن المسيحيين في لبنان، انا بس هذكر حاجات بسيطه جدا على مش هتكلم عن ارهابه في سوريا وارهابه في المنطقه وارهابه ضد اسرائيل وارهابه العمليات، انا اتكلم على لبنان. شوف اسماء زي رفيق الحريري، سمير قصير، جورج حاوي، جبران تويني، بيير الجمايل، وليد عيدو، انطوان غانم، فرانسوا الحاج، وسام عيد، وسام الحسن، محمد شطح، هاشم السلمان، انطوان داغر، منير ابو رجلي، جوبي جاني، لقمان سليم الشيعي اللي قتله حزب الله، الياس الخصروني، باسكال سليمان. طيب موضوع دول مالهم يا استاذ مجدي؟ دول مالهم القائمه دي؟ قتلهم حزب الله، كل دول ضحايا نص حسن نصر الله، قتلهم حزب الله، بالاضافه الى انه قتل رمز السنه الكبير في عمليه كبيره راح فيها مجموعة من مش بس وزير كان معاه ماروني وكله ده. طيب كمان رفيق الحريري مين اللي فجر حرب سنة 2006 ودمر في لبنان؟ مش حسن نصر الله؟ مين اللي اجتاح بيروت سنة 7 فبراير 2008 ومات فيها حوالي 100 واحد من السنة ومن المسيحيين والدروز؟ مش حسن نصر الله؟ مين اللي فجر ميناء بيروت لو قلت لك 281 ماتوا؟ مش حسن نصر الله؟ مين اللي فجر حرب 2024؟ أنا بقول لك على بس على مستوى لبنان فقط وبإشارات، مش عاوز أفصل تفصيلات بس ده إشارات سريعة، كل ده مش إرهاب؟ يبقى إزاي مقاومة؟ بيقاوم مين ولصالح مين؟ شوف أستاذ مجدي، ما أنت عارف إيه اللي يقال، سيقالون هي حرب مسندة. حرب مسندة لمين؟ حرب مسندة لغزة. غزة في نظرهم أنه هي معتدى عليها من طرف إسرائيل، إذن هو مقاومة للمشروع كما يقولون، أنا أنقل كلامهم، للمشروع الصهيوني اللي هو أخذ الدول العربية، فهو مقاومة والحوثيون مقاومة، هم مش هيسيبوا حتى في الخطاب الأخير قبل في الخطاب الأخير، خليني أكمل بس النقطة دي، في الخطاب الأخير قبل اغتياله قال إحنا بما معناه مش هنترك غزة ويكون اللي يكون، فهو بيعتبروا أنه ده مقاومة. ما رده؟ حلو، أول حاجة خطابه الأخير ده تسبب في قتله، خلي بالك حسبوا الموضوع بعد يوم الاثنين بعد ما الخطاب قال حاجتين، اني لا بتحداك انك ترجع المهجرين، وانا اتحداك ان نفصل مسار غزه على مسار لبنان، ماشي؟ بعدها تم على طول اجتمع وقالوا خلاص احنا سايبينه من زمان لازم يتقتل، ده خلاص مش عاوز يوقف، مش عاوز يوقف الحرب. طب ده الخطاب الاخير هو السبب الرئيسي في قتله، لكن مهم قوي، انت في دوله هل ممكن انك تخطف قرار الحرب بتاع دوله علشان تتسبب في تدميرها؟ هل ممكن؟ هل هو استشار حد من كل الطوائف كلها اللي في لبنان حتى الشيعة بتوعه؟ هل هو استشارهم؟ ما استشارهمش، هو مجموعة إرهابية خطف الدولة وسمت نفسها مقاومة. أقول لك حاجة، أنت لو في مجموعة ميليشياوية خطفت الدولة وعملت عمل نبيل، شوف أقول لك أهو عمل نبيل ده بخطف دولة، شوف لو عمل نبيل وهو اللي بيعمله عمل إجرامي ان هو يقتل الناس ما فيش بينهم وبينه اي، يبقى هو خطف قرار دوله ودخلها في حرب، ودخلها في حرب تدميريه 2006 وحرب ثاني 2024، وسنه 2006 قال انا ندمان. طب دلوقتي دخلت ليه ثاني حرب ثاني وتتحدى ليه ده؟ لان هو مشروع ايراني. ايه مشروع ايراني؟ هو عاوز يفتح جبهه، ما هو هو اصلا اسرائيل غزت لبنان سنه 82 ليه؟ سنه 82 غزت
لان ياسر عرفات قال احنا فتح بقت الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي حدود فلسطينية، خلاص استولى عليها ياسر عرفات، استولى عليها ياسر عرفات. وقال ياسر عرفات قال قبل 82 قال ايه؟ استحالة إسرائيل تغزو لبنان، لأن لو إسرائيل غزت لبنان الجليل كله أنا هجره. نفس الكلام اللي قاله ياسر عرفات، اللي قاله حسن نصر الله، هيهجر الجليل وتحداك إنك ترجع، نفس الكلام. غزت إسرائيل وطرد شر طرد كالكلب على وانتهت شيء اسمه المقاومة الفلسطينية، لما بقاش عندها منبر. اطردت من الأردن سنة 70، اطردت من لبنان سنة 82، راح تونس وقعد يحاول يعمل حاجة، راحوا ضربوه ضربة خطيرة في تونس فقالوا له تسكت خالص، اضطر بعدها ندخل في عملية السلام. ده ياسر عرفات ماشي. انت بتتكلم دلوقتي، يبقى انت هنا بقى حسن نصر الله عمل الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي حدود إيرانية إسرائيلية. ياسر عرفات عملها حدود فلسطينية إسرائيلية، ده عملها حدود إيرانية إسرائيلية. يعني نقل إيران، يعني تخيل بقى دولة زي إسرائيل، واحد جاب لها إيران على حدودها، جاب لها إيران على حدودها. يبقى إزاي تقول إني ده عمل مقاومة مين؟ انت عشان مشروع ايران. وعاوز اقول لك حاجه، خطيره الناس مش واخده بالها، اجتياح الجليل ده دايما المقاومه، ما تسمى المقاومه الفلسطينيه في غزه وحماس وغيره، كان عندهم حدود في مهاجمه اسرائيل، ما يغزوش اراضي اسرائيل. غزو ارض اسرائيل دي كان ممنوعات. غزو ارض اسرائيل اللي هي من 48 كان من ممنوعات. مين اللي أوحالهم بموضوع غزو إسرائيل؟ إيران. اجتياح إسرائيل، اجتياح الجليل. كلمة اجتياح الجليل دي كررها عدة مرات نصر الله، وكان بيخطط زي اللي حصل في 7 أكتوبر إن يجتاح الجليل. هم اللي أوحوا لحماس إن تجتاح إسرائيل. مشروع اجتياح إسرائيل ده مشروع إيراني، مشروع اجتياح الجليل ده مشروع إيراني، وكرره حسن نصر الله. وبالتالي ده بيهددوا الأمن القومي الإسرائيلي. تقول لي مقاومة ايه؟ انا فهمت هذه النقطة استاذ ماجد. طب الان في نظرك مستقبل حزب الله، حسن نصر الله مات، طلع نائبه قال بانه الحزب بخير واحنا حنعوض القيادات اللي راحت، صحيح ضربة كبيرة لكنها ليست القاضية. حتى إيران تردد نفس الكلام، الإعلام الموالي لحزب الله يردد نفس الكلام، بل يصورون ان الان ربما الذي سيحل محل حسن نصر الله ربما يكون أقوى منه وأشد عنفا منه. فهل في نظرك اغتيال حسن نصر الله سيضعف وينهي الحزب أم لن يؤثر في الحزب على الإطلاق؟ السؤال كويس. أولا يتوقف على النتائج النهائية للحرب الدائرة، النتائج النهائية للحرب. طبعا الحزب هيطلع ضعيف، ده مؤكد، هيطلع ليس كحزب الله اللي احنا نعرفه، ده لو خرج سالما هيطلع ضعيف، لكن يتوقف على نهاية الحرب. إذا هشمته إسرائيل زي ما هشمت حماس يبقى دي نهاية حزب الله، نهاية حزب الله. لو استمرت الحرب يبقى هو عنده استراتيجيتين، استراتيجية البقاء واستراتيجية الانتحار. إذا عملت إيران صفقة عشان تحمي بقائه، مجرد تحمي بقائه كحزب في عنده ميليشيا، وقالت لإسرائيل مش هيهاجمكم أبدا تاني، ولكن نعمل اتفاقية أن نروح شمال الليطاني وأن هو مش عارف إيه الحاجات اللي هم متفقين، لو دي بقى استراتيجية البقاء. لو قادت إيران استراتيجية البقاء مع الحكومة اللبنانية المتعاطفة مع حزب الله اللي هم حلفائه في لبنان، حاولوا ينقذوه زي ما حاولوا ينقذوه سنة 2006 بقى 17-01، لو حاولوا ينقذوه يبقى هنا حزب الله ممكن يمتنع عن ضرب إسرائيل ربما العشرات السنين، بس سيكون خطرا على لبنان، سيكون خطرا، هيكون مهمه بقى لبنان، هيكون خطر على لبنان. أما إذا أصر حزب الله أنه بالخطاب العنتري ده والعنجهيات اللي عملها نعيم قاسم ده والكلام ده كله، واستمر في الحرب واستمر في الإسناد، واستمر في ربط غزة
بحزب الله وربط إيران بحزب الله وربط أجندة وحدة إيران وحدة الساحات يبقى يطمن. الإيكونومست قالت حاجة عموما، قالت عموما لن يختفي حزب الله ولكنه سيخرج مختلفا. بالتالي أنا في تقديري لو استمر في لغة الغباء والتحدي واستمرت الحرب سيتم كسره بشكل كبير جدا. إذا أنت عارف أستاذ مجدي أنه عقلية الجماعات الإسلامية سواء حماس أو حزب الله أو قبلهم جماعات أخرى مثل القاعدة وداعش، هما مش انتيتيز سياسية، يعني كائن سياسي ممكن يفاوض، ممكن يقبل بالحلول الوسطى، ممكن يجد أرضية مشتركة، ممكن يدخل في مفاوضات سياسية. هم عندهم الحلول الصفرية، المعادلات الصفرية اللي هي يا كل شيء يا لا شيء، واحنا شفناها مع حماس. حماس ايه اللي استفادته من 7 اكتوبر؟ قياداتها كله عمل كده. فقيادات حماس دلوقتي فينها هي؟ وفين أنفاقها؟ فين صواريخها؟ فين شعبها؟ فين غزة؟ فين كل شيء؟ استفدتوا إيه من 7 أكتوبر؟ صفر، بل تحت طبعا. الصفر. حزب الله طبعا. انت استفدت إيه من مساندة غزة؟ أهو لبنان مدمر، أهو الناس مهجرين، أهو انت كل إنجازك إنه ناس إسرائيل ما يرجعوش للشمال، ده إنجاز يعني تحتفل به. فأنا بقول لك إيه، خليني أسألك سؤال واضح، إيه الخيارات الآن أمام لبنان؟ سيبك من حزب الله، حزب الله أنا شايف أنه هيعمل نفس غلطة حماس، هيقع في معادلة صفرية. إيه الخيارات أمام اللبنانيين الآن بعد حسن نصر الله؟ في ناس بيقول لك لازم الآن الجيش يتم نزع السلاح من الحزب وياخدوا الجيش ويصير زي البني أدمين، دولة عندها سيادة. في ناس بيقول لك لا، لازالوا أقوى منهم، لو قاموا على الخطوة دي تصير حرب أهلية. كل واحد بيقول كلام، إيه رأيك؟ أنا رأيي تماما تماما تماما، أولا ما ينقذوهوش، ما يعملوش ديل عشانه. أنا رأيي كده، لو في ناس عندها فطنة يسيبوه ينتحر، لأن ده السؤال ده يتوقف على السؤال اللي قبله. لو استمر هو في العناد والانتحار هتبقى فرحة كبيرة للبنان. هنا ممكن يتحركوا، دلوقتي ما يقدروش يتحركوا. ليه ما يقدروش يتحركوا؟ إن أولا لبنان منقسم مذهبيا وسياسيا وولائيا، كل مجموعة لها ولاء للدولة، ماشي. لبنان عنده خوف من الحرب الأهلية، فطبعا دلوقتي لبنان خايفة إنها تعمل أي حركة الباقي الطوائف عشان تبقى يعني حرب أهلية. كمان إعلان رفض كتير من اللبنانيين للحرب مش معناها إنهم عندهم قدرة للتدخل. حزب الله أقوى منهم بكتير، كما قلت بكتير، ما ينفعوش يتدخلوا دلوقتي، وإلا هتبقى حرب أهلية. ما ينفعوش، هو عنده سلاح كتير جدا جدا وعنده مقاتلين محترفين. ما إذا تمست القوة التدميرية لحزب الله 20-30%، فما تمستش القوة البشرية ولا حتى 5%. اتقتل كام لحد دلوقتي في لبنان كلها؟ حوالي 1000 واحد مثلا، 1000 واحد أغلبهم مدنيين. بالبيجر راح له تقريبا حوالي 4000، في منهم 1000 حيات مستديمة. نعم، راح له 4000 خرجوا تقريبا من الخدمة، خرجوا من الخدمة، لكن هو عنده 40,000 مقاتل تقريبا. يبقى عنده لسه مازال، حتى لو قلنا 5,000-6,000 كلهم، عنده مازال مقاتلين، عنده مازالت الأسلحة ما تدمرش منها 20-30%. ممكن لما يتدمر 80% من الأسلحة الكبيرة والثقيلة، ويتدمر نسبة كبيرة زي ما تدمرت حماس، تدمرت قتلها يمكن 20,000 واحد من قواتها، لما يتدمر له 10-15-20,000 مقاتل من المقاتلين، الباقيين هيدوبوا. في الحالة دي ممكن تدخل لبنان في ان يبقى نوع من اللي بمساندة عربية وبمساندة دولية وبمساندة من الأمم المتحدة، ويعقدوا مثلا حاجة زي طائف تاني، ويبدأوا يقولوا هننزع سلاح حزب الله بدخول قوات عربية ودولية لمساندة الجيش اللبناني وإعادة تسليح الجيش اللبناني بشكل أكبر. هنا يمكن أن يكون خبرا سارا للبنان، ولكن الآن ما يقدروش يعملوا حاجة إلا فقط المنافقين اللي عاوزين ينقذوه واللي بيدعموه.
المفروض ما حدش يدعم حزب الله من أجل لبنان أولا، من أجل لبنان أولا بس. فلكن إذا إسرائيل، إذا إسرائيل يعني فعلا دمرته، يبقى هي اللي حررت لبنان مرتين، حررته من الفلسطينيين سنة 82 وهتبقى حررته سنة 2024. ده يبقى إسرائيل محرر زي ما قال الشاعر الكبير سعيد عقل: لولا دخول إسرائيل سنة 82 لتم فناء المسيحيين، كانوا هيفنوهم. سعيد عقل اللي هو الأيقونة الشعرية بتاعت لبنان، أهم شاعر لبنان تقريبا في بعد جبران، يعني أديب، يعني سعيد عقل شاعر، فيعني أحد الرموز الكبيرة في القرن العشرين للبنان، قال كده. في العالم الناطق باللغة العربية فكرة تدور أن إيران تخلت عن حزب الله، بعض الناس بيقولوا هي اللي باعت حسن نصر الله وورتهم مكانه. في ناس كتيرة بتكلم عن أنه البرص بيتخلى بسهولة عن ذيله، أنه ذيل تخلت عنه، ما رأيك؟ هذا كلام غير صحيح، غير دقيق. إيران استثمرت عشرات المليارات في حزب الله على مدى 40 سنة، استثمرت واستثمرت في العداء لإسرائيل. أصلا فكرة العداء لليهود والإسرائيل هي أصلا تبناها حزب الله نيابة عن إيران، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. يعني هو أصلا أيديولوجيته إيرانية أساسا، واستثمرت لحد هذه اللحظة. طلع نعيم قاسم ولائنا للفقيه والمش عارف ايه، نفس الكلام بيكرر، نفس الكلام بيقدم ولائه للولي الفقيه لخامنئي. فبالتالي اول حاجه، بس هم مش عارفين فلسفه تاسيس الميليشيات. تاسيس الميليشيات هي في اتجاه واحد، يعني انا باسسك عشان تحارب من اجلي، مش عشان انا احارب من اجلك. انا مأسسك عشان انا احارب خارج حدودي مش داخل حدودي. انت ما تجيبليش الحرب داخل حدودي، انا بحارب بيك خارج حدودي، انت اداتي في المنطقه للهيمنه خارج حدودي، انت بتعمل سور واقي. الهلال الشيعي ده عشان يحمي ايران، هلال لايران حوالين ايران، يعني حمايه لايران مش العكس، مش حمايه للميليشيات دي. ده اول حاجه. فبالتالي ده الحاجه الثانيه، ايران علمت عشرات المرات، قالت نحن نساعد محور المقاومة بطريقتنا الخاصة، مش بطريقتهم ولا بالطريقة اللي انتم منتظرينها كناس. وايه طريقتهم؟ التسليح، التدريب، الدوم المعلومات، احيانا التمويل، التنسيق، ان ينسقوا المحاور مع بعضيها. دي طريقتنا الخاصة، هي ما تخلتش منذ سنة 1982 لحد الآن، هي دي طريقتها الخاصة. انتوا بتلوموها على مسار أديله أكتر من 40 سنة، أكتر من 40 سنة هو اللي اتغير المسار. هي إيران كانت بتدخل حرب عشانهم من ساعة ما بدأت، ولا هي مستمرة في نفس مسارها؟ ما تغيرش المسار الإيراني. إيران كمان مش عاوزة تدخل في حرب شاملة، مش عاوزة تدمر نفسها. لو دخلت في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سيتم تدمير إيران. انتوا عاوزين إيران يتم تدميرها من أجل حزب الله والميليشيات اللي هي أصلا عاملاهم عشان يبقى أدوات لها؟ يبقى إزاي؟ أطلقت صواريخ. ده حاجة شكلية، ما الصواريخ اللي أطلقتها المرة الأولى واللي أطلقتها اليوم، هي لحد معرفتي هذه اللحظة وأنا بسجل معاك ما جابتش نتائج. المهم الهجوم يقاس بنتائجه يا عزيزي، مش بأنك أنت أطلقت 500 صاروخ ولا 1000 صاروخ، بنتائجه. ونتائج الصواريخ الإيرانية في أبريل الماضي ثم في سبتمبر هذا الشهر هي لا معنى لها على مستوى النتائج. فدي نوع من حفظ ماء الوجه وتديهم روح معنوية ليس أكثر، لكن مش دخول في حرب شاملة. لا تريد أن تدخل في حرب شاملة تدمرها علشان خطره. وكمان لازم أسألك نعم، إيران دولة. أنا فاهم، لكن إيه تداعيات الآن؟ حزب الله مش هو حزب الله قبل 10 أيام. نعم، حزب الله ضعيف دايخ طبعا، ما عندوش البوصلة، راحت القيادات تقريبا، راحت الـ نعم. الـ الـ
حتى الصواريخ بتاعته في تقديرات حتى الإسرائيلية بتقول أنه 50% من ترسانة بتاعته راحت، وربما في الأيام اللي جاية يكون أكتر، فهو أضعف بكتير من قبل. إيه تداعيات سقوط حزب الله أو على الأقل ضعف حزب الله على إيران، على الحوثيين، على ما يسمى يطلقوا عليه محور المقاومة؟ طبعا هو أول حاجة، هو مش بس هو كما قلت لك أن عمليا حسن نصر الله كان هو قائد المقاومة، عمليا حزب الله هو المنسق الرئيسي، يعني بالنيابة عن إيران يقود عملية التنسيق، أخي بالك. وبالتالي سقوط كسر حزب الله هو أنت كسرت التاج بتاعهم، الضرة الاستثمار. الحسين لسه من كام سنة، الحشد العراقي بدأ نعرف عنه ده من كام سنة، ده أصلا كل الموضوع ده سنة 2015 وكان قاعد لحد سنة 2018 في داعش وكلام زي كده. يعني هو في آخر سنتين بدأنا نشم إرهاب الميليشيات الشيعية في العراق، ونفس الكلام بالنسبة للحوثيين وبالنسبة لسوريا، كل ده جديد جديد. لكن انت بتكلم عن واحد استثمروا فيه أكثر من سنة 82، يبقى ده درتهم، الدرة الأساسية، التاج، تاج الميليشياوي بتاعهم اتكسر، يبقى اتكسر المحور كله، اتكسر المحور كله. طبعا إذا كسرت حزب الله تماما تماما تماما، ستنتقل إسرائيل إلى كسر ميليشيا أخرى، ثم إيران، ثم ربما ضرب المفاعلات النووية. إيران زي ما قال نتنياهو هي رأس الأفعى، ولازم هي الرأس الأخطبوط، هذه بس الأخطبوط، الأخطبوط دي كلها ديول للأخطبوط، رأس الأخطبوط هي إيران، هي في طهران، وبالتالي ينتقلوا إلى إيران طبعا إن لم تغير سلوكها 180 درجة وتخرج عن ما يسمى الثورية الإسلامية الإرهابية الميليشياوية الشيعية. كل ده لو ما خرجتش هتتضرب إيران طبعا. طبعا أنا في تقديري إذا اتكسر تماما حزب الله تماما زي حماس، هينتقل الثقل إلى الحوثي. الحوثي عنده غبي جدا، غبي الحوثي غبي، وممكن ياخد دور ان هو يقوم بشويه، لانه عنده ارض كتيره وعنده شعب وعنده مش عارف ايه، بس بعيد عن اسرائيل مهما حصل مش هيكون له تاثير واحد. الحدود الايرانيه الاسرائيليه من لبنان هتنتهي، هينتهي الخطر المحدق باسرائيل من حدودها في لبنان اذا اتكسر حقيقي. يبقى وبعد كده هتلتفت اسرائيل الى سوريا، لعلمك هتلتفت اسرائيل، هتطهر سوريا من حزب الله، هتطهر مش بشار الأسد، إسرائيل هتطهر سوريا من حزب الله، وبالتالي هتأمن الجبهات، جبهة حماسة تتأمن، جبهة لبنان تتأمن، جبهة سوريا تتأمن، يبقى هتقلص المخاطر اللي على إسرائيل. يعني حيبقى حسابها فقط مع البعاد زي الحوثيين والميليشيات في العراق، ودي تقدر عليهم بسهولة لأنه تفصل عنهم مسافات جغرافية بسهولة قوي، بسهولة. يس. طيب إيه اللي حققه في نظرك حزب الله؟ دخل حرب، ما هو تاني يوم لما أطلقوا عليه طوفان الأقصى يوم 8 أكتوبر دخل هو الحرب من غير ما من غير ما تكون إسرائيل أصلا لمسته بشيء، هو دخل مسندة لحماس، رغم أنه من الغريب جدا بيقول أنه حماس ما أخطرتهوش عن طوفان الأقصى. فهو يعني أنت جرتك حماس للحرب، وانت جريت لبنان، وإيران جرتكم انتوا الاثنين، يعني الحماس وحزب الله. يبقى ايه اللي استفدته انت كحزب الله، وايه اللي استفاده لبنان من 8 اكتوبر او انت كحزب الله؟ هو اصلا دخل بقرار ايراني، لان فكرة وحدة الساحات والاسناد ده كله مصطلحات جاية من ايران، هو نفذها بس مش اكتر. وبالتالي مع عمل حاجة، هل غير في مجريات الحرب في غزة؟ لا شيء. يعني هل نتائج حرب والحرب الإسناد دي جابت نتيجة لغزة؟ لا شيء. وبالتالي على المستوى غزة لدرجة أن الفلسطينيين لحد سبتمبر ده كانوا بيقولوا أن حزب الله، أن حرب الإسناد غير مؤثرة، وأن احنا نلوم على إيران وعلى حزب الله أن ما دخلوش معنا بقوة، لحد سبتمبر، لحد موهته، لحد الهجمة الأخيرة بتاعت فؤاد شكر. قبل كده كانت الفلسطينيين بيلوموا حزب الله، وخالد مشعل نفسه طلع وقال يعني لاموا وهنية بطريقة نعمة، لأنهم يعني ما كانتش في المستوى اللي كانوا بيتأملوه.
تمام، لم يرضى الفلسطينيين ولا حماس عن حرب الاسناد، عن حرب الاسناد، فبالتالي لا جابت نتائج على المستوى العسكري ولا رضي عنها الطرف اللي انت داخل عشانه. طيب لكن هو حصل له ايه؟ خلال السنه مات له حوالي 500 واحد من الكوادر، لكن بعد كده من في العشر ايام من 17 سبتمبر الى 27 سبتمبر دول ايام عصيبه على حزب الله منذ تفجير البيجرز لحد أتلر. يبقى انت جبت لنفسك الدمار، الدمار وجبت للبنان الخراب والهدم، ماشي؟ عملت حاجه لغزه؟ يعتبر صفر. عملت حاجه؟ لا شيء، لا شيء. ولكن على المستوى الحزب نفسه جلبت على نفسك خسائر فادحة وستستمر الخسائر، جلبت على بلدك خسائر فادحة وستستمر الخسائر. بس فيعني ما يعني إذا أقول لك حاجة، مش بس كمان نتائج ده على حزب الله، إذا تم كسر حزب الله سيتم طرده من سوريا. أنا قلت لك إسرائيل ستساعد في طرده من سوريا والسوريين. أنا لسه واحد عقيد أو عميد سوري من الجيش السوري الحر بيقول أنا أعلن إحنا الجيش السوري الحر سنبدأ في تحرير سوريا من حزب الله وسعيدهم إسرائيل. ماشي؟ أنا ربما أذهب أبعد من ذلك، أنه سيتم كسر إيران أيضا. طبعا إذا استمرت تداعيات الحرب وتوسعت المناوشات وامتدت إلى إيران ممكن سيتم كسر إيران. هو أصلا إذا كسرت الميليشيات أنت كسرت إيران، لو كسرت حماس تماما لا في عقر دارها، أنا أقصد مش لا عقر دارها. أتوقف على خطوة تاني، إذا امتدت الحرب ستكسر إيران بالتأكيد. طيب أنا أسألك كمان على طوفان الأقصى، يعني طوفان الأقصى صدعونا قيادات حماس تطلع كل شيء، وفوائد طوفان الأقصى أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وكانت اتنست، وكان صار إسرائيل ماشية في قضية التطبيع وإحنا وقفنا مسيرة التطبيع، ففوائد وبركات بركات طوفان الأقصى لا تعد ولا تحصى. خلينا احنا نشوف لعنات طوفان الأقصى مش بركات. ما هي لعنات طوفان الأقصى على الفلسطينيين، على حماس، على حزب الله، على المنطقة كلها؟ عاوز اقول لك حاجة، ان اللي انت قلتها ميزات دي الواقع ان اوهموا نفسهم بيه. هي كل ده الكلام الفارغ ده، لما تمسك حاجة في ايدك هتلاقي خسائر كلها. اولا تدمير غزه، اتدمرت غزه، تدمير حماس، ممكن يتدمر حزب الله، معظم القيادات في محور ما تسمى محور، معظم القيادات الفاعله في حزب الله وفي حماس وكده كده اتقتلت. القيادات التاريخيه لهذا المحور اللي بدات معاه من زمان قوي، ها ربما يتسبب في دمار لبنان. اهم حاجه بقى ومقتل الرئيس الايراني، اهم حاجه سقط حل الدولتين، خلاص انتهى. اسرائيل ولا حق رفضينه، اقول لك انا هعمل دوله على بعد 20 كيلومتر من تل ابيب بعد اللي حصل في عباس في الجمعيه العامه للامم المتحده منذ ايام، قال اطالب اعضاء الجمعيه العامه للامم المتحده بطرد اسرائيل من الامم المتحده، يعني سحب الاعتراف بدوله اسرائيل. الراجل اللي هو عباس اللي هو اللي يعتبر الهادي عاوز يسحب الاعتراف بدوله اسرائيل، معناها سحب الاعتراف باسلو اللي انت جاي علشانه، اللي انت اصلا يبقى ما حد حتى عباس مش هنستجيب لك لدوله، دوله يبقى مشروع الهليله ان العالم ريكوجنايز القضيه، ده كله كلام في النهايه تدمر حل الدولتين. ما فيش في اسرائيل قوه حاليا لا معارضه ولا يمينيه ولا يساريه مستعده لمناقشه حل الدولتين بالمعنى اللي هم بيحلموا بيه. انتهى حل الدولتين، يبقى انتهت القضيه، القضية انتهت، يبقى هيفضل الوضع على ما هو عليه، ومع تقليص المساحات، تقليص مش عارف ايه، تقليص ايه، يبقى هم نهم مش حلوا. مين اللي قال ان 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 غزة دي حد يعمرها؟ يفكروا لبنان العرب عمروها سنة 2006 وعمروا غزة، هل دلوقتي حد مستعد يعمر غزة عشان حماس تاني تخطفها وتدمرها؟ حد مستعد يعمر لبنان لحزب الله؟ محدش. 2006 كان العرب كلهم مع حزب الله لان كان ضد اسرائيل بس، لكن من 2006
حصلت ما حصل من مواجهات حزب الله مع السنة، فالسنة كرهينه. مين هيساعد لبنان دلوقتي؟ ما حدش هيساعده. طيب نيجي لآخر سؤال عندي في الحلقة دي. نعم اتفضل. هل نحن أمام شرق جديد، شرق أوسط جديد بعد تدمير حماس وإضعاف حزب الله لو ما تطورش الأمر إلى تدميره بالكامل؟ هل نحن أمام شرق أوسط جديد؟ أي نتنياهو صرح بكده أنه نعم. وبعض الناس شخصيات اللي أنا تكلمت معاها قالوا أنه ما قبل حسن نصر الله وما بعد حسن نصر الله شيئان طبعا مختلفان تماما. طبعا طبعا يا سيدي، احنا كنا بنقول 11 سبتمبر اللي هو اليوم الذي غير العالم، وقلنا الكلام ده كانت عبارة مشهورة، اي 11 سبتمبر 7 اكتوبر اليوم الذي غير الشرق الاوسط، ونتنياهو بعد الحادثة مباشرة بعد 7 اكتوبر قال الشرق الاوسط سيتغير. الشرق الاوسط سيتغير؟ نعم نعم هيتغير، وبدأ في التغيير بالفعل. شرق اوسط بدون حماس وبدون حزب الله هيكون شرق اوسط افضل بكتير، بالتأكيد بالتأكيد هيكون شرق أوسط أفضل بكتير. شرق أوسط بدون تقليص التهديد اللي حوالين إسرائيل ده هيتقلص هذا التهديد طبعا. أنت الثورة الإيرانية هي كانت أكثر من أكثر اللحظات المظلمة في القرن العشرين في الشرق الأوسط من سنة 1979. إذا أنت قلصت هذا المحور وكسرت هذا المحور وكسرت إيران، ده أنا عاوز أقول لك حاجة، مش بس الشرق الأوسط، هذه الأحداث كانت تؤدي إلى انفجار الداخل الإيراني. أنت عارف أن الداخل الإيراني شفنا لما كانت مهسا أميني، انتفاضة مهسا أميني كان على وشك النظام ينهار، كان على وشك ينهار. الثورة الخضراء في سنة 2009 كان جابوها بالدم. الداخل الإيراني بيغلي، إذا انكسرت المحاور دي كلها حوالين المحور الشيعي ممكن ينفجر الداخل الإيراني نفسه ويتغير الشرق الأوسط، ممكن إيران تدخل وتتغابى وتكسر نفسها من الداخل. في كل الأحوال الشرق الأوسط بدأ في التغيير بالفعل، بدأ إذا تحررت لبنان ده الشرق الأوسط كله ده هو بالفعل بدأ تغيير الشرق الأوسط. هو أنت دلوقتي الشرق الأوسط في حالة سيولة، زي ما كوشنر اللي هو جوز بنت ترامب قال أن في حالة سيولة الآن في الشرق الأوسط يسهل تشكيله. فبالتالي معلش نعم. استاذ مجدي معلش، احنا وصلنا لنهاية الحلقة وانا متأكد انه هناك شرق اوسط جديد، واحنا مقبلين نعم على ايام جد مهمة جدا. اشكرك على المشاركة في هذه الحلقة، لنا لقاء معكم في الحلقة القادمة، الى اللقاء.